السيدة خديجة رضي الله عنها تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ قال له: إنك لتصدق الحديث، أو قبل من لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق وتقضي الضيف. خمس حاجات. اللي بيتصف بهذه الأوصاف، وخد بالك دي أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا، مش بعد النبوة، لا دي قبل أن يكون نبيا. واللي سماها الصادق الأمين مش إحنا، المولى تبارك وتعالى ما قالش إنه الصادق الأمين في، وإنما اللي سماها الصادق الأمين قوم الذين عادوه بعد ذلك، هم الذين وصفوه بهاتين الصفتين الجميلتين، ومن أعلى مراتب الأخلاق صفة الصدق والأمان. اللي يعمل هذه الأمور يبقى لا يخزيه الله تبارك وتعالى أبدا.